أهلا بكم من جديد في هذه التغطية عن الاقتصاد الأمريكي في أيام انتخابات الرئاسة الأمريكية. بعد أعوام من التضخم والحروب التجارية في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، تعد السياسة العامة تجاه مكافحة البطالة والتضخم وطريقة التعامل الأمريكي مع الفيدرالي الأمريكي هي إذن الفروق الاقتصادية بين رؤيتي المرشحين الأمريكي دونالد ترامب وكامالا هاريس، ما يعد عنصرا حاسما في المقارنة التي يجريها الناخب الأمريكي لمنح أي من المرشحين صوته على بطاقة الاقتراع في 5 نوفمبر الحالي. هذا موضوع نقاشنا الآن في هذا الجزء من التغطية مع ضيوفنا من نيويورك، السيدة إيرينا سوكرمان الباحثة الأمريكية عضو الحزب الجمهوري، ومن باريس السيد ماهر نيكولا فرزلي رئيس منتدى واشنطن المالي، ومن ولاية أيوا ينضم إلينا الدكتور نعمان أبو عيسى عضو الحزب الديمقراطي. ولعلي أبدأ معك سيدة إيرينا، الآن ربما هناك تحفزات اقتصادية ليست فقط أمريكية وإنما عالمية أيضا. الناخب في المرشح الرئاسي دونالد ترامب الآن، وكما وضح من كلامه في عدة مناسبات، يريد فيما يبدو إغلاق الاقتصاد الأمريكي، ربما التخلي عن بعض المعاهدات الاقتصادية الدولية. يرى في هذا يعني ميزة للاقتصاد الأمريكي كي ينمو ذاتيا، لكن الكثيرين يعتقدون أن هذه سياسة ستضر ليس فقط بالداخل الأمريكي وإنما أيضا بالاقتصاد العالمي. هل هذه الرؤية سينفذها ترامب بالفعل إن جاء إلى السلطة؟ أعتقد أنه سيستطيع الانسحاب من هذه الاتفاقيات، ولكن بالطبع هذا سيؤدي إلى مشاكل في الاقتصاد الأمريكي. هذا سيؤدي إلى مزيد من النفوذ الصيني، وأيضا سيؤدي إلى مزيد من المزايا كما حدث، كما انسحب من اتفاقيات أخرى. استطاعت الصين أن تقوم بمزيد من السيطرة والنفوذ خاصة في منطقة المحيط الهادئ كنتيجة لهذا، وهو الآن يحاولون العودة مرة أخرى إلى نفسه المكانة على مدار السنوات السابقة، وهذا سيكون مدمرا للاقتصاد الداخلي للولايات المتحدة، لأن ترامب لديه مشاكل فيما يخص سلاسل التوريد والصناعات الخاصة بها. لذلك أولا بالعودة للمستوى المعتاد للصناعات الخاصة بالولايات المتحدة، من المستحيل أن نقول أن نستطيع الإمداد الكامل وأن يحصل على هذا الأمر إذا انسحب من هذه الاتفاقيات، وأن يكونوا قادرين على إنتاج هذه المنتجات الهامة، أي أنها ستصبح أكثر سعرا من أن تعرض في الأسواق. طيب، في المقابل دكتور نعمان، ربما المرشح الرئاسي دونالد ترامب فيما يصف به برنامج هاريس الانتخابي في جزئه الاقتصادي يقول إنها فقط تردد 4 كلمات: حسنا سنحاول خفض الضرائب. وفي هذا ربما يعطي اختصارا مخلا فيما تقوم به هاريس، وهذا طبعا في سياق منافسة انتخابية شديدة، لكنه أيضا لم يقل كلاما أكثر من ذلك ربما في هذا الجانب تحديدا. نعم، تحياتي في البداية. دعني أعلق أنا عن سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب، فإنه رئيس انعزالي ويتكلم بشكل صريح أنه يريد الانسحاب من بعض الاتفاقات الدولية وبعض الارتباطات في العالم، وهذا سيخلق فراغ كبير قد تملأه الصين وغيرها من الدول في العالم إذا ما استلم الحكم. أما على الصعيد الداخلي، فإن الرئيس السابق دونالد ترامب يريد زيادة الضرائب الجمركية على البضاعة من غير دول، وهذا سيؤدي إلى زيادة الأسعار في أمريكا وزيادة تكلفة للمستهلك الأمريكي. إن كمالا هاريس قالت بشكل صريح أنها تعمل بشكل جاد للسيطرة على التضخم المالي، وقد انخفض التضخم بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية، وأن أيضا لها برامجها في مساعدة الأمريكان لشراء البيوت، وأيضا في
في مساعدة الأهالي بمصاريف الأطفال، فإنها ستشجع شراء البيوت وتشجع يعني الأطفال في المجتمع الأمريكي، وهذا شيء يبشر بالخير والنمو في هذا الاقتصاد. طيب إجمالا سيد فرزلي، في باريس يعتقد البعض الآن أن المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يتعاملان مع سوق العمل بشكل تقليدي جدا، لا يقدمان يعني ربما تطورا كبيرا في سوق العمل، خططهما لتوفير فرص العمل أو خلق فرص العمل ليست جيدة. وفي هذا يقول البعض أن التصنيع الأمريكي الآن يوفر فقط 8% من فرص العمل مقابل 30% كان يوفرها في سبعينيات القرن الماضي. إذا كلا المرشحين لم يرى التطور الحادث في سوق العمل والذي يعتمد ربما على الخدمات أكثر من التصنيع، ففي هذا إذا فشل لسياسة الطرفين. نعم، مرحبا لكم، اليوم أنضم إليكم من باريس. الحقيقة سوق العمل الأمريكي نسبيا وليس مطلقا سليم نسبيا، يعني أفضل من سوق العمل على سبيل المثال في أوروبا أما إنجلترا أما الصين. لكن معك الحق، فرص العمل في القطاع الصناعي ليس جيدة، وهذا مشكلة عالمية مش فقط مشكلة أمريكية بالذات، لأن المعامل خلال الخمسين سنة التي مرت منذ 1980 تدريجيا المعامل في أوروبا إنجلترا وأمريكا انتقلت إلى آسيا والصين، والطبقة زي ما يقولون القوميين اليمينيين الأمريكان، الطبقة العاملة البيضاء في وسط أمريكا the heartland اندرت، يعني تضررت نسبيا لأن ما عاش عندها فرص عمل كبيرة. لكن نسبيا وليس مطلقا الأمر ليس سيء في أمريكا. أظن يعني هنا يجب أن نفهم أن في أمريكا عندنا تغيير إيديولوجي. يعني أمريكا على يعني كانت في أمريكا وفي العالم كله يعني الإيديولوجية النيوليبرالية، يعني الرأسمالية الجديدة سيطرت على أمريكا والعالم أجمع منذ سنة 1980 وانتشرت إلى الدنيا كلها. واليوم نرى أن إيديولوجية الاقتصادية النيوليبرالية هي ضعيفة في أمريكا، المنطقة الوحيدة في العالم هي أوروبا. أوروبا تؤمن، وهي أوروبا مؤمنة، صانعي القرار في أوروبا هني مؤمنين في النيوليبرالية التقليدية، لكن في أمريكا نرى أن أفكار النيوليبرالية حتى في الحزب اليساري حتى في الحزب الديمقراطي الأفكار ما عادت يعني هي أساسية. ولهذا السبب موضوع القومية الاقتصادية وموضوع حماية الصناعة الأمريكية وغلق الحدود هذا موضوع طبعا موجود عند ترامب واضح أنه هو يريد قومية اقتصادية، بس حتى في يسار الحزب الديمقراطي مع نقابات العمال نرى أن موضوع القومية الاقتصادية والحمائية موجود أيضا، وهذا الشيء يعني أن أمريكا ستنقلب تدريجيا. نعم. طيب السياسات النيوليبرالية سيدة إيرينا سوكرمان ربما بدأها ترامب بشكل كبير أو وسعها ترامب بشكل كبير، ربما يركز أيضا ترامب في خطابه الانتخابي على الجزء الشعبوي، ربما يعزف على وتر أمريكا أولا، يستفيد كثيرا من تجربة سلفه دونالد ريغان التي نجح فيها اقتصاديا بشكل كبير. هو يبني إذن على سياسات سابقة وربما يضع في ذلك أطر حمائية كبيرة جدا واسعة جدا للاقتصاد الأمريكي، بالتالي هو يعتمد على خطابات ربما كانت تقليدية أو كان يمكن أن تصلح في غير هذا الزمان، ليس في هذا الزمان. حسنا، أن دونالد ترامب لا يحاول أن يعيد ما فعله دونالد ريغان، أن دونالد ريغان كان على العكس تماما.
كان يحاول أن يكون أكثر اهتماماً بأي نوع من الاهتمام الاقتصادي البعيد عن الشيوعية على عكس ترامب. في الولايات المتحدة هذه السياسات لم تفد الاقتصاد أو الصناعة، بل فادت التنوع لأنها استفادت من هذا التيار الدولي والذي يحاول بناء جانب اقتصادي أقوى على الساحة الدولية. هذا يتعلق بالإمكانيات أيضا، والمجتمع الدولي والاقتصاد الدولي الآن يتطور. الأمر ليس فقط بسلاسل التوريد، ولكن أيضا الصناعات على الأساس لديها العديد من العناصر والتطور فيما يخص الوظائف وفي القطاعات الأخرى. لذلك فإن كل أوجه الاقتصاد لابد أن يحدث فيها مزيد من العمل. هناك دور أهم لابد أن يلعب خارجيا، لا يجب أن نعزل أنفسنا على هذا الإنتاج المحلي فقط. هو ربما يؤدي إلى زيادة معينة في جهات خاصة، ولكن هذه السياسة التنافسية الخاصة بترامب لا أظن أنها ستكون مفيدة للمستهلكين. سيدة إيرينا تسوكرمان ضيفتنا من نيويورك، الباحثة الأمريكية عضو الحزب الجمهوري، أشكرك جزيل الشكر. وأسأل الآن ضيفنا من ولاية أيوة الأستاذ نعمان أبو عيسى عضو الحزب الديمقراطي. سيد أبو عيسى، ربما أحد الخبراء سيد إيريك جوردن وهو أستاذ في كلية روس لإدارة الأعمال قال إن خطط كامالا هاريس الاقتصادية غير مقنعة اقتصاديا، غير قابلة للتطبيق اقتصاديا، ربما الملفات غير الاقتصادية هي من يمكن أن يقودها إلى الفوز في هذه الانتخابات. بالتالي ربما الشكل التقليدي الذي قدمته هاريس طوال حملتها الانتخابية يقود إلى مثل ما قاله الدكتور جوردن الآن. نعم، الاقتصاد الأمريكي قد تطور بشكل واسع في العقود الثلاثة الماضية، فقد تضاعف بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، ووصل الآن إلى مرحلة متطورة جدا، أحسن بكثير من الدول الأوروبية وأكبر اقتصاد في العالم. ولكن في هذا الوقت يوجد تعدد الأقطاب في العالم، وهذا يشكل تحدي جديد لأمريكا، ويظهر هذا التحدي على نقص الدخل للطبقات الفقيرة في أمريكا وغنى الطبقات المليونيرية في أمريكا. فهناك يعني فرق طبقي واسع الآن بين الأغنياء والفقراء والطبقة الوسطى في أمريكا، وأن سياسة نائبة الرئيس كامالا هاريس ستكون هي بوضع الضرائب الأكثر على الأغنياء في أمريكا كدونالد ترامب وغيره الذين لا يدفعون جزء بسيط من الضريبة، وتخفيف الضريبة على الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة في أمريكا، وهذا سيشجع يعني الطبقة المتوسطة للانتخاب كامالا هاريس، وأيضا سيحسن الاقتصاد لأنها تريد تحسين الوضع الاجتماعي وتأمين الضمان الصحي لهذه الطبقات الفقيرة. وهذه المشاريع الاجتماعية معروف بها الحزب الديمقراطي أنه يساعد المجتمع الأمريكي، والمجتمع هو الأول وليس رؤساء الأموال الذين يعني يغنوا بشكل كبير جدا، وهذا ما لاحظناه في العقد الأخير من العقدين الأخيرين. نعم سيد ماهر، دونالد ترامب انسحب من اتفاقية باريس للمناخ، وفي هذا ربما يعتقد البعض أنه عبث بملفات دولية أو بتعهدات أمريكية أمام المجتمع الدولي. أيضا إدارة بايدن ومن بعدها كامالا هاريس تقول كلاما كثيرا خاصة بتغيرات المناخ والتعامل مع هذه الأمور بشكل كبير، لكنها لا تفعل شيئا. يعني كلا الطرفين تعامل مع المناخ بنفس الكيفية تقريبا في نتيجتها النهائية، فبالتالي لن نرى كثيرا اختلافا بين الفريقين إن جاء هاريس أو ترامب في التعامل مع قضايا المناخ. أنت على خط مرة أخرى، يعني إذا نسمع كلام أما خطابات اليسار الديمقراطي واليمين القومي الجمهوري، فقط الكلام والخطاب أحيانا يعني المستمع
سيفكر أن فعلا عندهم يعني فرق إيديولوجي كبير، وهن مؤمنين بسياسات اقتصادية ومالية مختلفة كليا. الحقيقة في نوع من الاستمرارية، 80 أما 90% من السياسات الاقتصادية والمالية هي مشتركة. على سبيل المثال ومعك الحق، المناخ وقمة باريس وعدم احترام الإمضاء الأمريكي لدى اتفاقية باريس، بسبب أن سبب واضح هو أن الصين لما اجتمعوا في باريس زعماء العالم حطوا على أكتاف أمريكا شروط أكبر من البلدان النامية الأسيوية زي الهند أما الصين، وترامب وجماعته يقولون أنه هذا شيء مش صحيح وغير عادل. بغض النظر على هذا الشيء، إذا ترى ما كانت سياسات هاريس وبايدن الجوهرية خلال الأربع سنوات التي مرت، قانونين هني فعلا هني مختصر مفيد يقولون ما هي حقيقة سياسة بايدن وهاريس. في اللغة الإنجليزية Inflation Reduction Act، قانون انخفاض أو تحجيم التخفض، وقانون الاستثمار في موضوع البنية التحتية. والقانونين لهم وراءهم مئات المليارات كل شهر من الدعم الحكومي الفيدرالي إلى القطاع الخاص بالموضوعين، الصناعة العليا، التقنة العليا والبنية التحتية. الموضوعين مرتبطين بالصراع مع الصين. الحقيقة الاسم الحقيقي الذي هذا القانون يجب أن يكون مش تحجيم التخفض لكن أو مكافحة تخفض الأسعار. الحقيقة يجب أن يسموه يعني قانون مكافحة الصين. والحقيقة دخلنا في فترة زمنية هي الحرب العالمية الثانية، والحرب العالمية الثانية بين بيجين وواشنطن تفسر السياسات الاقتصادية سياسات قومية أكثر درجة وأكثر شدة. هو الواضح أن المواجهة الاقتصادية الأمريكية الصينية على أشدها طوال 8 سنوات ربما من الآن، وربما تستمر في الفترة المقبلة. على أي حال أشكرك ضيفي من باريس السيد ماهر نيكولا فرزالي رئيس منتدى واشنطن المالي. أيضا أشكر ضيفنا من ولاية أيوا الدكتور نعمان أبو عيسى عضو الحزب الديمقراطي. شكرا جزيلا لكما.